وبالعودة إلى البيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بشأن انتهاكات حكومة الكاظمي ضد الأهالي في حي البكرية في بغداد، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد مكي النزال. أهلا بك معنا سيد مكي. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. أهلا بك سيد مكي. بداية، أصدرتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بيانا بشأن انتهاكات الحكومة ضد الأهالي في حي البكرية، بما تصف إبلاغ الحكومة سكان حي البكرية بضرورة مغادرة منازلهم وأراضيهم؟ البكرية هي حقيقة مدينة فيها ما يقارب 100,000 نسمة، يعني ليست حيا صغيرا يعني يهدم ويقام عليه مشروع إنمائي أو ما إلى ذلك ويعوض المواطنون. هي مدينة لها سكانها من الطيف العراقي كله على حسب تعبيراتهم الحديثة، مدينة مستقرة عمرها يجوز النصف قرن، بيوت مرتبة وشوارع. كيف يعني يسوي هؤلاء تسول لهم أنفسهم أن يهجروا 100,000 نسمة ليحل محلهم ضباط عشوائيين؟ يعني هذه جريمة فاقت كل الجرائم حقيقة، يعني لا يرقى لها إلا جريمة تهجير أبناء جرف الصخر مثلا. هذا قتل جماعي، هؤلاء أين سيذهبون؟ ثم لماذا؟ هل لا توجد في العراق أراضي؟ 99% من أراضي العراق ليست مشغولة، يعني يمكن أن يوزعوا لهؤلاء أينما شاءوا، ولكن هذا المشروع الخبيث ينفذ بهذا العهد الذي يدعي الديمقراطية والناس في انتظار فرج وما إلى ذلك. هذه جريمة كبرى نكراء. نعم سيد مكي، لماذا برأيك لجأت الحكومة لمثل هذه الحجة؟ ويعني هل هناك أي مستند أو مرجع قانوني تستند إليه الحكومة في يعني مطالبتها للأهالي بالخروج، خاصة أن الأهالي كما تعلم يمتلكون وثائق تثبت ملكيتهم لتلك المنازل والأراضي؟ هذه المرة ليست لديهم ذريعة، يعني هم تذرعوا في أماكن أخرى بالإرهاب أو ما إلى ذلك أو العشوائيات، هدموا نصف بيوت الجنوب على أنهم عشوائيات. لهذه المدينة مرتبة، أنا وقفت فيها في عام 1981 وكان البناء فيها ماضيا سندات طابو طبعا وموزعة ومرتبة، وبناء بعضه بني على طريقة جاهزة وبعضه بناه المواطنون. لا توجد أي ذريعة على الإطلاق سوى أنهم يثيرون الفوضى وينفذون مشروع التغيير الديمغرافي. أبدا لا توجد أي ذريعة في هذه المدينة لتغيير سكانها. نعم، يعني في هذا السياق، ما الذي يملك الأهالي فعله في لربما يعني في جو تنعدم فيه المسؤولية القانونية؟ يعني إلى من سيشتكون؟ إلى من سيرفعون الوثائق، وثائق الملكية؟ الحقيقة نظلم الأهالي إذا وضعنا الأمر على عاتقهم فقط. علينا جميعا، وعلينا أعني بهذه الصيغة على العراقيين جميعا والعرب جميعا والمجتمع الدولي، أن يقيم القيامة على هذه الزمرة الفاسدة على هذا المشروع. يعني هذا أبدا لا يصح فعله في أي جزء من أجزاء العالم. يعني الظلم وصل مداه وتفاقم إلى حد أن يهجر 100,000 مواطن ليسكن، وأنا متأكد أن هؤلاء لن يسكنوها، هؤلاء سيبيعونها ويتاجرون بها، لأنهم ضباط في هذا النظام ولديهم بيوت ولديهم أراضي. يعني كل ما هنالك أنهم سيغيرون من ديمغرافيا بغداد وضواحيها
لأغراض دنيئة وحقيرة، يعذرني المستمع، وقذرة. لا يوجد بيد هؤلاء إلا أن يضربوا ويعتقلوا إذا لم نساعدهم جميعا ونهب هبة واحدة لإنقاذهم من براثن هذا الذي يدعي الديمقراطية وجاء بدعم من أمريكا ومن إيران معا. يجب على هذا رئيس الوزراء كما يسمونه أن يحاسب بعنف وليس يحاسب بقانون. يجب أن يقال له توقف ها هنا، إنك مجرم خطير. لا يوجد حل إلا بهبة عارمة من كل من يستطيع أن يقول قولته في هذا الموضوع. نعم، لعل حي أو يعني كما ذكرت مدينة البكرية ليست الأولى في سلسلة التهجير الممنهج للأهالي، فقد سبقه حي أو جرف الصخر كما ذكرت، وعزيز بلد، وتلعفر، وذراع دجلة، واللطيفية أيضا. يعني على ماذا يستند أو على ماذا يعول الكاظمي وحكومته في يعني التمادي في تهجير المدنيين بهذه الصيغة؟ العامل الأول الدعم الدولي غير المحدود له، هو مدعوم دوليا من أمريكا وبريطانيا وإيران ودول التحالف والعرب، هو مدعوم بقوة، لذلك هو يتمادى ويصنع ما يشاء. العامل الثاني أن يقول العراقيون قولتهم بهبة واحدة من زاخو إلى الفاو، أن أوقفوا هذا المجرم عما يفعل. إنها جرائم منكرة، يعني أخطر من جريمة القتل، لأنك تقتل 100 أو 200 أو بينما تقتل 100 ألف دفعة واحدة. هؤلاء بحكم الموتى أين يذهبون؟ يعني لا يوجد لهم إلا أن يذهبوا إلى مخيمات. الإيجارات في بغداد بلغت 1000 دولار وفوق ذلك، فأين يذهب هؤلاء وكلهم من ذوي الدخل المحدود؟ يعني لا أبالغ إن قلت كلهم من ذوي الدخل المحدود، متقاعدون وموظفون. أين يذهب هؤلاء؟ علينا أن نثير ضجة كبيرة حول هذا الموضوع، وأن ندعو كل من يستطيع أن يساهم في دحر هؤلاء المجرمين المتسلطين على العراق. نعم، إذن عبر الهاتف من عمان كنت ضيفنا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي مكي النزال، شكرا جزيلا لك.